السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتيرة في الفترة الأخيرة بتسأل بالنسبة للفوت اللي بتبقى موجودة على الفيسبوك، ساعات بيعملوا فوت على حاجة معينة وبعد كده بيبقوا عايزين إن هما يخرجوا من بره الفوت ده تاني. يعني أنت عملت فوت لحاجة وبعد كده الفوت ده خلاص، لا أنت مش عايز إن أنت عملت فوت. يعني مثلا هنا أنا قمت بختار كده، بعد كده عايز ألغي الفوت بتاعي. ألغيه إزاي؟ لو دوست في حتة تانية هتفضل ان انت كأنك عامل فوت على اختيار تاني. الموضوع ببساطة، عشان تلغي الفوت ده بتخش على البروفايل بتاعك، في هنا فيو اكتيفيتي لوج، خش عليها هتلاقي ان انت عملت فوت. مجرد ان انت تدوس على العلامة اللي على اليمين دي وتدوس ان فوت، كده انت خلاص ما عملتش فوت، الفوت هيتلغي. لو رجعت تاني فعلا وتشوف، هتلاقي الفوت بتاعك اتلغى فعلا. بالنسبة للفوت اللي بتبقى بالطريقة دي، الموضوع أبسط وأسهل بكتير. مجرد إن أنت تدوس على الخانة اللي أنت معلم عليها تاني، كده الفوت بتاعك اتلغى برضه.